اللي حصل ان ادم بورت طبعا معروف جدا من ساعه ما نزل التراك بتاعه اللي هي اغنيه اسمها موف، عملت ضجه في العالم العربي والعالم كله بصراحه. الناس كلها كانت بتسمعه وكانت يعني متحمسه قوي ان هي تحضر الحفله بتاعته لما عملها في الساحل. الحفله عملت بومينج برضو جامد جدا، عمرو دياب طلع معاه وكانوا بيرقصوا مع بعض، ويعني لفتت انتباه الناس بشكل كبير قوي. ومن ساعتها ادم بورت بقى مصري تقريبا حرفيا على الخريطة عندنا. على الخريطة عندنا تمام. يعني هو اسمه دلوقتي ادم اسماعيل، فما عادي جدا مش الماني خالص خالص. فاللي حصل انه عندي سؤال كده وانتوا جاوبوني قبل ما احكي لكم الموضوع، هل ادم بويت وتوليت صحاب، ولا هل ادم بويت هو توليت؟ تخيلي تويست تويست بنت لذينة بقى لما نسرح بالنظريات بقى والكرياتيفيتي. اللي حصل بقى يا ستي ان ادم بويت نزل بوست على انستغرام، بوست بيشارك فيه الفترة اللي فاتت بتاعته، قاعد بيعمل سنيبتس كده حاجات عشوائية، يعني كلام كده ناس كتير اصلا ما كانتش فاهمة، هو في لخبطة كده شوية في البوست اللي هو صوره مع ناس، بعد كده بيصور الترابيزة، بعد كده بيصور نفسه هو عامل كده مغطي وشه. فكل بوست وفي يعني حاجة جديدة بتظهر، أو كل صورة في الكاروسيل وفي حاجة جديدة بتظهر، لحد ما الناس اكتشفت الجم في الموضوع. في تحت منجم في كومنت سكشن كله كومنتس ضحك ومسخرة بجد، يعني كومنتس مضحكة جدا. بس ايه اللي عمل السبارك بتاع الكومنتس المضحكة ده؟ هو ان تو ليت عمل له كومنت بيقول له حبيب قلبي، قاعدين على القهوة حبيب قلبي قاعدين على القهوة بجد. وادم بويت عمل له ريبلاي بقلوب حمراء. ف الناس كلها قالت ايه ده، هم صحاب ولا هم بيشتغلونا؟ وادم بويت تطلع في الاخر بقى هو تو ليت، يعني دي بلوت تويست هتبقى. لو في ناس قالوا يا جماعه الموضوع ابسط من كده بكتير، هو طلع له ترندنج بتاع وحط الاغنيه على البوست وكذا، بس لا هي مش هتطلع ترند، يعني الاغاني الترندنج في مصر مش هتطلع له في المانيا، يعني مش من ضمن الاودينس اللي هتطلع له اغنيه ما تيجي عندي. هو متابع هو في التيك توك معانا ديتكتيف قوي. هو عايش معانا في التيك توك، وهو نفسه حاسه ممكن يكون اون ميشن ان هو يعرف مثلا مين توليت لو مش هو توليت. هلا كاتبلنا خفاجي استوليت خفاجي انت تقول. انا حسن خلاص بقت مؤخرا معظم الناس رايحه لانه خفاجي. طب هنعرف امتى بقى البيج ريفيل؟ سبيكينج اوف توليت، كان في اللقطه انت رحتي الحفله بتاعته في الساحل، بس ندى يعني راحت الحفلة بس فوتت الحتة بتاعت توليت كلها تقريبا. لسه ما دخلتش، شكرا لصحابي اللي أخروني اللي بتفرجوا دلوقتي. لحقت على الآخر، يعني كنت سامعة من بره الدنيا كانت الهايب فظيعة الحقيقة. لحقت دخلت بس على آخر أغنية، أنا سمعت ما تيجي أعدي عليك كده وأنا على الجيت. وفي الآخر في أغنية غناها كانت أول مرة، حاجة مش فاكرة اسمها إيه، حاجة شبه مهرجانات كده أو ستايل برضو مختلف شوية عليه، بس هتكسر الدنيا كده. دي المفروض ان هي اصلا اغنيه اتسربت لي اللي هي مشهوره قوي، طالعه على تيك توك كتير جدا بتظهر كده. المفروض ان هي ليك. سمعتها خالص، الموضوع غريب جدا، يعني في ناس بتقول لك ان دي بتاعت حد تاني وهم الناس ربطوها بتاعت توليت. الموضوع كده محبين بقى توليت هم اللي هيكونوا فاهمين وهرشين الموضوع ده. تنزل بقى، تنزل اوفيشال، وناس كتير قوي كانت مقتنعه يوم الحفله دي ورايحه على اساس ان البيج ريفيل هيحصل يوميها، انه في الحفله بقى توليت هيروح قلع الماسك زورو. مش عارفه ليه خدوا الكونسبت ده او توقعوا كده، بس ما حصلش عادي، دخل وروح هو قال في الاخر هيقلع الماسك وينزل يتفرج على كايروكي من وسط. قال كمان ان هو كان معاه صاحبته او البنت اللي هو بيحبها وغنى لها الاغنيه بتاعت ما تيجي عادي عليكي، وقال ان هو عامل الاغنيه دي ليها اصلا، وقال كمان ان هو هيقلع الماسك وينزل يحضر الحفله مع غالبا الصف الاولاني بس هو اللي شافه، او يعني اول كام نفر بس. ايوه خليني ناخد كده شوية كومنتس كانت برضو مبعوتة على البوست بتاع ادم بويت اللي احنا بنتكلم عنه ده. مصطفى كان بيقول مثلا، ياستا انا عايز اعرف انت مين، if you're Egyptian just tell us please ادم بويت هيطلع في الاخر من طنطا. طب ازاي بالله عليك؟ طب ازاي بالله عليك؟ الموضوع هم قوي.
هو مين هو منين بيودي على فين؟ احنا فين يا جماعة؟ مغولة في دماغها. طبعا كومنتس كتير قوي زي أحلام العصر مثلا، هيطلع مصري في الآخر وأصله من بورسعيد. ياسطا لو مصري قول لنا، ياسطا لو مصري قول لنا ياسطا. دي الفرصة. بس هو عامة محبوب قوي، محبوب قوي في مصر بالذات انه بعد الحفلة ما جت وكسر الدنيا وسمع ولقطة عمرو دياب فبقى عليه فوكس، او في هايلايت كده حصل انه خلاص بقى حد على الماب بتاعتنا فعلا، على الرادار كده. دي حقيقة. وبالذات كمان انه هو الفترة اللي فاتت بياخد اغاني عربي وبيعمل لها كده الريمكسز بتاعته او بيعدلها هو بطريقته. اغاني لعمرو دياب مثلا بياخد حبيبي يا نور العين، ياخد كذا اغنية كده ويقعد يعدلها، بتبقى حلوة قوي. بالظبط كده. حتى في من ضمن الكومنتس ناس بقى قالت احنا مستنيين الريميكس بتاع ما تيجي عادي عليكي، لو اي اغنيه عربي يبقى خلاص ان دام هي عاجباك اعمل لها ريميكس بقى واعمل لها ستايل جديد. خلينا ناخد شويه كومنتس معانا. عبد الله بيقول لنا صباح الخير، صباح النور يا عبد الله. حسام بيقول لنا هيطلع خفاجي وكان بيشتغلنا. حسام بيقول لنا كمان بس توليت عامل حالة جامدة جدا، كنا محتاجينها، ميوزك جديدة وحلوة. دي حقيقة فعلا. حاسة ان في اصلا اقبال كبير جدا على اغاني توليت بسبب ان هو عامل الحالة دي، والناس بتحب الحالة اللي هي بتاعت التسعينات دي شوية، زي ريفو مثلا المسلسل لما نزل كانت الناس معجبة بيه جدا عشان هم يعني شدت الستايل ده، حاجة غير خدوا الناس كده فترة زمنية تانية غير اللي احنا فيها. هو دفنت للأغاني مع اللقطة اللي هو عاملها، يعني كل الغموض ده والماسك وحاجة ستايل كده جديد مش عارف ايه، فالاتنين مع بعض عملوا له إكويجن كده هي اللي مطلعة بسرعة الصاروخ. يس